هذا يسأل يقول إن شروط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، الإخلاص لله حيث لا يكون فيه شرك أكبر أو أصغر ولا رياء ولا سمعة، إنما كان يراد به غير وجه الله لا يقبل. والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث لا يكون فيه بدعة، إن البدعة مردودة كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هذا يقول إنه ينتابني شيء من الرياء، ينتابني شيء من الرياء. نقول إذا انتابك شيء من الربا من الرياء فتب إلى الله عز وجل، اخلص النية، تذكر أن الرياء يبطل العمل. فإذا رجعت إلى الإخلاص وتركت الرياء فإن الله يقبل عملك. أما إذا استمر معك الرياء، إذا استمر معك الرياء فإن عملك يبطل. فإذا خطر لك محبة الثناء أو محبة المدح أو أن يراك الناس، فتذكر أن هذا يفسد عملك، فتتوب إلى الله منه وتتركه فيرجع عملك إلى الإخلاص. عارض ثم يزول.